مساء الخير من القاهرة والناس، نشرة إخبارية جديدة إليكم أبرز عناوينها. مجلس الاستثمار في لقاء سحر نصر والبنك الأوروبي. سقوط الإرهابي عبد الرحمن عز في ذكرى فض رابعة. في يومه المئة ماكرون يتهم صحفيا بالتحرش. الأهلي بطلا للكأس. وإليكم تفاصيل النشرة. التعايش المشترك بين مختلف أطياف البشر، هذا ما شدد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارة النصب التذكاري لضحايا الإبادة الجماعية في رواندا برفقة الرئيس بول كاجامي، وذلك خلال زيارته لرواندا المحطة الثانية في جولة الرئيس الإفريقية التي تشمل الجابون وتشاد، حيث قام الرئيس بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري، كما تفقد المتحف الملحق به ويحوي توثيقا للمذابح التي جرت في رواندا في تسعينات القرن الماضي، معربا عن أسفه لسقوط الضحايا الأبرياء، مؤكدا على ضرورة أن يكون التعاون والحوار والسلام هو اللغة السائدة بين مختلف شعوب العالم. تذليل كافة العقبات أمام الاستثمار الأجنبي، هذا ما أكدته الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي خلال لقائها مع مسؤولي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في العاصمة البريطانية لندن ومناقشة المشروعات المستقبلية للبنك، حيث تبلغ محفظة التعاون الإجمالية نحو 2.6 مليار يورو. كما تناول الاجتماع ترتيبات إنشاء مجلس الاستثمار الأجنبي في مصر ليكون منصة للحوار بين الحكومة المصرية وكبرى الشركات الاستثمارية للقضاء على أي خلافات وعقبات أمام الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر. سقوط إرهابي، فقد ألقى الانتربول الدولي القبض على عبد الرحمن عز القيادي بجماعة الإخوان الإرهابية والهارب إلى قطر في مطار برلين بعد مذكرة التوقيف التي أرسلتها الداخلية المصرية إلى الانتربول. وعبد الرحمن عز واحد من أتباع الإرهابي حازم صلاح أبو إسماعيل وأحد أبرز المشاركين في اعتصام رابعة المسلح، لكنه تمكن من الهروب إلى قطر التي اتخذها قاعدة للتحريض ضد مصر داعيا لاستهداف جنود الجيش والشرطة، وهو متهم في العديد من القضايا الإرهاب وصدر ضده حكم بالسجن 20 سنة في قضية أحداث الاتحادية. قلوب المصريين في بروتوكول تعاون بين مركز مجدي يعقوب للقلب بأسوان ومستشفى دامرداش بجامعة عين شمس، فقد شهدت مستشفى جراحة القلب والصدر بالجامعة توقيع بروتوكول مع الجراح العالمي مجدي يعقوب في مجالات تدريب صغار الأطباء وتبادل الخبرات وفي مجال البحث العلمي. ومن جانبه أشاد الدكتور مجدي يعقوب بالنمو في الأفكار والأبينة بمستشفيات جامعة عين شمس، لافتا إلى أنه لمس تحمس بين الأطباء وأعضاء التدريس، مشددا على أهمية توافر العديد من المراكز لمحاربة أمراض القلب، خاصة وأن مصر تعاني من وجع القلوب بشكل كبير. كما أكد الدكتور محمود الميتيني عميد كلية طب جامعة عين شمس ومدير المستشفيات بالجامعة أنه يأمل في استكمال مشوار تطوير مستشفيات الجامعة، قائلا إن البروتوكول قائم بالفعل ولكن سيتم تحديثه ليشمل التدريب والجراحات. مصر تعاني من أمراض الدول المتقدمة زي تصلب الشرايين، مصر فيها سكر كتير، مصر فيها تدخين وما فيش وقاية كفاية، وبعدين في كمان الأمراض اللي موجودة للدول النامية زي الحمى الروماتيزمية، حاجة شنيعة جدا، وبعدين في التشوهات الخلقية. فلو تحطي كل ده مع بعض تتصوري قد ايه في تعب للقلوب في مصر. فلازم نبتدي، واحنا ابتدينا كلنا طبعا مع بعض، نبتدي نشوف ما هي الاخطار اللي موجودة للشعب المصري عشان نقدر نساعد في هذا الموضوع. في يومه المئة أعلن قصر الإليزي أن الرئيس إيمانويل ماكرون تقدم بشكوى للقضاء يتهم فيها مصور صحفي بالتحرش ومحاولة اختراق الحياة الخصوصية له خلال إجازته. وقال الإليزي أن المصور الصحفي تتبع الرئيس الفرنسي وزوجته خلال سيرهما معا في أحد شوارع مدينة مارسيليا الفرنسية،
حيث يقضي الرئيس وزوجته إجازتهما السنوية. وكان المصور قد التقط صورا لهما وهما يستقلان دراجة بخارية. بعد إحرازه بطولة الدوري، حقق الأهلي الثنائية بفوزه بكأس مصر بعد تغلبه على النادي المصري في المباراة التي جمعتهما باستاد برج العرب، وبذلك استعاد الأهلي بطولة الكأس التي غابت عنه 10 سنوات. هذا ويلتقي الأهلي والمصري في بداية الموسم الجديد في بطولة السوبر. نشرتنا انتهت، إلى اللقاء في نشرات أخرى بإذن الله.